تحية لكم مشاهدينا الكرام. في ذكرى النكبة 21 من سبتمبر، في هذا اليوم يتذكر اليمنيون جيدا كيف سقطت الدولة على يد الميليشيا الحوثية، ثلة من السلاليين الإماميين الذين أرجعوا البلاد والعباد إلى عصر الإمامة. 5 سنوات مشاهدينا الكرام مرت منذ هذا الانقلاب والذي ألقى بظلاله الكارثية على كل مناحي الحياة بالنسبة للمواطن اليمني. من أخطر ما أحدثته هذه الميليشيا على المجالات التي ربما يعني نستذكرها سويا، ما أحدثته في العملية التعليمية وهذا التجريف الكبير الذي أصاب التعليم وهدم الهوية اليمنية. عملت الميليشيا الحوثية مشاهدينا الكرام على مدى السنوات السابقة وما زالت حتى الآن على التجريف وهدم التعليم وإدخال أيضا أفكار جديدة عن المجتمع اليمني. ناهيك طبعا مشاهدينا الكرام عن الانتهاكات الكبيرة التي مارستها الميليشيات الانقلابية ضد المعلمين في البلاد. بطبيعة الحال أكبر المتضررين هم الطلاب والنشأ. هناك ربما إحصائيات مخيفة جدا حول ما ارتكبته الميليشيا من انتهاكات وضد المعلمين وأيضا ما أصاب الطلاب جراء ما أحدثته الميليشيا في الجانب التعليمي. من ضمن هذه الإحصائيات هناك 3 ملايين من الطلاب يعني يلتحقوا بالمدارس التي تحت سيطرة الميليشيا، وبطبيعة الحال هم عرضة للأفكار الدخيلة عن المجتمع اليمني، وأيضا هم عرضة لمرجعيات متعددة تقدمها الميليشيات الانقلابية من خلال هذه المدارس التي تشرف عليها. أيضا هناك تقرير حديث لمنظمة سام يتحدث عن أن 2 مليون طفل يمني لا يذهبون إلى المدارس. في هذا الجزء من حديثنا المسائي مشاهدينا الكرام سوف نسلط الضوء أكثر عما أحدثته الميليشيا خلال 5 سنوات على العملية التعليمية، وسوف نناقشها بمعية ضيوف الذين سوف ينضمون إلينا تباعا. ولكن في البدء دعونا نذهب لمتابعة هذا التقرير ونعود البدء في النقاش. 5 أعوام مرت على اجتياح العاصمة صنعاء وإسقاط الدولة واستيلاء السلالة الحوثية على اليمن وإشعال حرائق الحرب وعذاباتها وتدشين زمن المقابر وعهد البطالة والفقر والجماعة. في يوم 21 من سبتمبر أيلول من العام 2014، يوم لم يتصالح معه اليمنيون، فهو بالنسبة لهم هجمة الماضي الإمامي بكل همجيته ودمويته وبداية لعملية تجريف حوثية طائفية لهوية اليمن ومصالح اليمنيين وللأمن والعمل ولكرامة الناس. ولعل التعليم كان العنوان الأبرز للتجريف الطائفي الشامل الذي تتعرض له البلاد على يد أسوأ جماعة سلالية عرفتها اليمن. بالتوازي مع اجتياح القرى والمدن والمحافظات عسكريا، تقول نقابة المعلمين اليمنيين في أحدث تصريحات لمسؤوليها الإعلامي قبل أيام إن الحوثيون عكفوا منذ اليوم الأسود في يوم 21 من سبتمبر أيلول من العام 2014 على إخضاع العملية التعليمية بالكامل تحت تصرف الجماعة وإضفاء طابعها الفكري الطائفي على التعليم. فكيف بدأت آليات إخضاع التعليم للجماعة وفكرها الطائفي الشيعي فور انقلابها واجتياحها للعاصمة ومؤسسات الدولة؟ تشير نقابة المعلمين إلى أن الجماعة سارعت لتعيين شقيق زعيمها يحيى الحوثي رئيساً للقسم التربوي التابع لها، وكلفته بإخضاع التعليم وتغيير المناهج في 9 محافظات، وشرعت عملياً في تعطيل عمل لجنة المناهج واستبدالها بمجموعة من الأكاديميين التابعين لها. وفوراً أقالت جميع مدراء مراكز ومكاتب التربية والتعليم بالمديريات والمحافظات واستبدلتهم بعناصر حوثية تعمل في القسم التربوي، كما استبدلت قرابة 90% من مدراء المدارس بشخصيات موالية لها، وبدأت بإخضاع جميع المعلمين والتربويين لدورات طائفية. وعلى مستوى المناهج قالت نقابة المعلمين اليمنيين أنها أجرت مسحاً كاملاً لمضامين المناهج الدراسية ووجدت
أكدت أن الميليشيا الحوثية أجرت أكثر من 234 تعديلاً طائفياً يمس المادة التعليمية التي يتلقفها 3 مليون طالب في مناطق سيطرتها. على نحو أوضح، يتجلى حجم التجريف الطائفي الشيعي الذي يتعرض له التعليم من خلال استيلاء الميليشيا الموالية لإيران على قرابة 9000 مدرسة يلتحق بها أكثر من 3 ملايين طالب في نطاق المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، وجميعهم تجبرهم الميليشيا على أداء قسم الولاية لعبد الملك الحوثي وعلى ترديد شعارات طائفية. إذا تابعنا في هذا التقرير ربما غيض من فيض مما أحدثته الميليشيا من كوارث على العملية التعليمية في البلاد. للوقوف حول هذا الموضوع ولمناقشته ينضم معنا هنا في الاستوديو السيد نبيل البكري الباحث والكاتب المعروف. نرحب بك معنا سيد نبيل، مساء الخير سيدي. أيضا ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب السيد يحيى اليناعي المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين. سيد يحيى أيضا مساء الخير سيدي. اهلا وسهلا، تحيه لك. لو بدانا بالسيد نبيل معنا هنا في الاستوديو، اذا ربما تابعنا في التقرير ونحن يعني نتابع منذ الانقلاب وعامه الاول، هناك اهتمام كبير من قبل الميليشيا بالنسبه للتعليم بدليل 5 أعوام عملت على تجريف العمليه التعليميه واحدثت به كوارث، وكما ذكر التقرير ربما سيد نبيل يعني اكثر من 200 تعديل على المناهج التعليميه احدثته الميليشيا. لماذا كل هذا الاهتمام من قبل الميليشيات الإنقلابية بالجانب التعليمي في البلاد؟ طبعا في طبيعة الحال ما تقوم به هذه الميليشيات وهو ينسجم مع طبيعتها المذهبية والطائفية، باعتبار انه لا يمكن يعني لهذه الجماعة ان تظل وان تعمل على قبول الناس لمثل هذه الأفكار المذهبية والطائفية السلالية ما لم يكن هناك خارطة أفكار يتم تنشئة الناس عليها وعملية تصالح الناس مع هذه الأفكار الطائفية من خلال تدريسها ومن خلال يعني زرعها في النشء والطلاب في مراحل الدراسات الأولى، ومن خلال أيضا يعني أخطر جانب ممكن الاشتغال عليه في هذه المرحلة هو الجانب التعليمي، باعتبار الجانب التعليمي هو تابع أو بمعنى آخر أنه على امتداد سنوات ما قبل الجائحة الحوثية والانقلاب كان يمثل يعني بالصورة الحد الأدنى من المشتركات الوطنية وباعتبار منهج تربوي تعليمي لأبناء هذا الشعب. اليوم ما يحصل هو تماشيا مع طبيعة وتفكير وسيكولوجيا المذهب والطائفة والسلالة والصراع الموجود اليوم، تعتقد هذه الجماعة أنه لا يمكن لها أن تعيش ولا يمكن لها أن تستمر ما لم تعمل على رفض الجبهات ورفض أيضا المجتمع بهذه الأفكار من خلال كمية الضخ التي تتم من خلال الإعلام، من خلال المناهج، من خلال وسائل التواصل، من كل ما له علاقة بنشر الفكرة المذهبية والمدلجة. طيب، في المرحلة هل المجتمع اليمني من خلال طلابه في الجامعات أو في المدارس لم يكونوا محصنين من خلال التعليم السابق، بحيث أن الميليشيا الآن أتت لكي يعني ربما يعني تغير وتجرف الكثير من ربما القيم والثوابت الوطنية، هل نجحت؟ لا تستطيع، لا نستطيع أن نقول أن هناك نجح، باعتبار أنه ما يتم هو يتم تحت الإكراه والإجبار، يعني أنه أنت في إطار حكم سلطة كهنوتية ميليشيوية قمعية لا يمكن أن تقول أن ترفض أن يعني فبالتالي مثل هذه الأفكار التي يتم تلقينها أو يتم غرسها في المجتمع تحت سلطة القهر والإكبار لا يمكن أن تعتقد أنها نجحت في غرس هذه الأفكار. لكن وين تكمن خطورة مثل هذه الإشكالية؟ تكمن كلما طال أمد بقاء هذه وسنناقش هذه النقطة. صحيح، يعني طالت الحرب 5 سنوات وإلى الآن لم يكن يعني ليس هناك ربما تغيير، وبطبيعة الحال تستفيد الميليشيا من طول يعني المدة في عدم حسم هذه الحرب. سأعود لك سيد نبيل الحديث أكثر في هذه النقطة، ولكن الآن نشرك معنا السيد يحيى اليناعي. إذا ربما الكثير من المآسي أحدثته الميليشيا بالنسبة للمنظومة التعليمية، لو نبدأ معك سيد يحيى بما يتعلق بالمعلمين، ما أهم الانتهاكات التي طالت المعلمين ويعني قامت بها الميليشيا ضد هؤلاء المعلمين خصوصا في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها؟ أولا بالنسبة للتعليم، التعليم في اليمن
بشكل عام يعني تعرض لأضرار مباشرة منذ الانقلاب في 2014 حتى اليوم. التعليم بمحاوره الأربعة: المعلم والطالب والمنهج الدراسي والمرافق التعليمية. في مناطق سيطرة الحوثي هناك 108 ألف معلم، وهناك أيضا 3 مليون طالب، وهناك 8000 مدرسة. في هذه المناطق، في 9 محافظات التي هي تقع تحت سيطرة الحوثي، يوجد هذا الكم الكبير من المعلمين والطلبة والمدارس. والعملية التعليمية في هذه 9 المحافظات تدار كلها من قبل القسم التربوي في جماعة الحوثي الذي يرأسه يحيى الحوثي. المعلمون كمحور من محاور التعليم تعرضوا لانتهاكات كثيرة. هناك 1500 معلم قتلوا خلال الخمس سنوات الفائتة، هناك 2400 معلم جرحوا، هناك 20000 معلم نزحوا من مناطق سيطرة الحوثي إلى المحافظات المحررة، وهناك أيضا 300 معلم تعرضوا للخطف والاعتقال، من بينهم 32 معلم في حالة إخفاء قسري، وهناك أيضا 10 معلمين ماتوا تحت التعذيب في أقبية سجون الحوثي، وهنالك أيضا أكثر من 34 معلم فجرت منازلهم وسويت بالأرض من خلال الألغام، وأيضا هناك 6000 معلم تعرضوا للفصل الوظيفي من قبل ميليشيا الحوثي. بالإضافة إلى هذا كله هناك التعسفات المالية والإدارية. 3 سنوات والمعلمون في هذه المحافظات 9 التي تقع تحت سيطرة الحوثي لا يستلمون المرتبات بشكل منتظم، ربما استلموا من نصف راتب مرتين أو 3 مرات في بعض المحافظات، وظلوا خلال هذه السنوات كلها بلا مرتبات، لا يتقاضون المرتبات، بالرغم أن المرتب بالنسبة للمعلم هو شريان الحياة، يكاد يكون هو المصدر الوحيد لمعيشته ولإعالة أسرته وأطفاله. بشكل عام المعلمون مروا بأسوأ مرحلة خلال هذه الفترة من عام 2014 إلى اليوم، وهم يمرون بأسوأ مرحلة عاشوها خلال العقود الماضية. نعم، يعني ربما سيد يحيى تحدث ربما بتفصيل ما أصاب العملية التعليمية سواء من المباني أو حتى المعلمين وأيضا الطلاب وأيضا يعني البنية التحتية التعليمية كما تحدثت. طيب سيد يحيى، كونك يعني المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين، ما الذي يعني تم تقديمه حتى الآن لهؤلاء المعلمين؟ تحدث أن هناك ربما انتهاكات يعني متعددة طالت المعلمين، هناك من شرد، هناك من اختطف، هناك من يعني لم يحصل على راتبه، فبالتالي لم تقدموا لهم حتى الآن من خلالكم ويعني الحكومة الشرعية حتى أو حتى منظمات يعني أي دعم لهؤلاء المعلمين حتى اليوم؟ لم يقدم لهم شيء باستثناء بعض المعلمين وهم قلة، الذين حصلوا على مكافأة أو سميت حوافز مالية من خلال المنحة المالية الذي بلغ مقدارها 70 مليون دولار والمقدم من دولتي السعودية والإمارات، لكن للأسف الشديد هذه المنحة المالية سلمت لليونسيف. اليونسيف وضعت يدها منذ البداية في يد الحوثيين وتعمل لصالح الحوثيين وتمنع تدفق المساعدات على قطاع التعليم وتقوم بتحويلها لجماعة الحوثي. فقدت كل معايير المصداقية، النزاهة، الحيادية، وانحازت بشكل واضح لميليشيا الحوثي. هي تعمل اليوم من صنعاء ورفضت أن تنقل مقرها إلى عدن. تقدم معظم أنشطتها، معظم مشاريعها، تمنح الأفضلية فيها لمناطق سيطرة الحوثي. بعد أن تم تسليم هذا المبلغ لليونسيف ولم يتم تحويله إلى البنك المركزي اليمني، اليونسيف اعتمدت كشوفات للمعلمين مرفوعة من عناصر الحوثي، استبعد فيها الكثير من المعلمين الذين يعملون بلا مرتبات واستبدل بدلهم عناصر من جماعة الحوثي، إضافة إلى أنه لم يصرف حافز كثير يعني كبير، وإنما كان حافز رمزي حصل عليه القلة من المعلمين فيما سار أكثره
أو معظم هذا المبلغ لعناصر الحوثي ومرتبات ونثريات لليونسيف وموظفيها في اليمن. نعم. بالنسبة للحكومة الشرعية، نعم، بدأت يعني من قبل فترة، من قبل تقريبا 3 شهور، تصرف مرتبات لبعض المحافظات، لكن هناك محافظات لم تحصل على أي مرتبات حتى الآن. في محافظة تقصد يعني المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا. سلم المعلمون. نعم، المحافظات التي كانت واقعة أو التي هي واقعة تحت سيطرة الحوثي، نعم، تسلموا تقريبا مرتبين، وبعض المحافظات 3 مرتبات. نعم. طيب، على ذكر الحكومة الشرعية وما يعني ربما دورها الآن للتخفيف مما قامت به الميليشيا من هذه الكوارث الكبيرة بالنسبة للمعلمين أو حتى للعملية التعليمية في البيت من قبل الميليشيات الانقلابية، انضم معنا السيد حسن القطوي مستشار وزير التربية. سيد حسن، مساء الخير سيدي. حياكم الله وسلمكم اختي الكريمه، واهلا وسهلا بكم وبالمستمعين والمشاهدين. تحيه لك سيد حسن. اذا نحن نتحدث يعني 5 سنوات من هذه من هذا الانقلاب، ويعني ما القى بظلاله الكارثيه ايضا على العمليه التعليميه في البلاد. السيد يحيى تحدث باستفاضه عما اصاب العمليه التعليميه في البلاد، وربما لم نتحدث الان ما هي تدخلات الحكومه الشرعيه حتى اليوم للتخفيف ما احدثته الميليشيا. يعني ربما لو نبدأ بما يتعلق برواتب الموظفين، تحدث السيد يحيى ربما هناك تدخلات من قبل الحكومة الشرعية لصرف رواتب، ولكن هناك أيضا محافظات ومعلمين لم يستلموا حتى اللحظة مرتباتهم، فلماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع بالنسبة لقضية تدخلات الحكومة الشرعية في قضية العملية التعليمية، العملية التعليمية فعلا عانت وتعاني منذ 4 سنوات، وهذه الخامسة تعاني أزمات كثيرة جدا، وخصوصا في المناطق التي تحتلها الميليشيات الحوثية. نعم. فالميليشيات الحوثية هدفها الرئيسي من قضية تعطيل العملية التعليمية وكذلك تفريغ المدارس والجامعات من الطلاب والأكاديميون والمعلمون، هذا هدف استراتيجي بالنسبة لقضية الميليشيات الحوثية، وتسعى إلى تحقيقه بطريقة أو بأخرى. والدليل على ذلك ما تقوم به من تشريد للمعلمين، من سجون، من اختطافات، من منع وحرمان المعلمين والأكاديميون من مرتباتهم وهي تستلم الإيرادات. صحيح، يعني صحيح، يعني هي تقوم بانتهاكات كبيرة، نعم، ضد المعلمين. بطبيعة الحال أنتم بالمقابل ما الذي قدمتموه؟ يعني هناك من شرد، هناك من لم يستلم راتبه حتى اللحظة، هل يتم احتضانهم؟ هل يتم يعني مساعدتهم سيد حسن؟ للأسف الشديد الحكومة الشرعية تقصيرها واضح في هذا الجانب، وتقصيرها في العملية التعليمية مشكلة كبيرة يعاني المعلمون والمهجرون، وكذلك من هم في تم نزوحهم إلى المحافظة الأخرى، بل كثير منهم لا يستلمون رواتبهم رغم المرور هذه السنوات الطويلة. وأنا بدوري كنت قد أخذت على عاتقي متابعة قضية المهجرون في خارج اليمن، نعم، من المعلمين والأكاديميون، وإذا بنا يعني 4 سنوات ونحن نتابع هذا الموضوع لم تستطع الحكومة الشرعية أن توفر هذا الراتب الذي هو لا يساوي شيئا لهؤلاء المهجرون شركاء النضال. يعني عجزت الحكومة الشرعية، أفهم من كلامك سيد حسن. طب هذا فيما يتعلق ربما بأوضاعهم، وإلى الآن كما يعني فهمنا من حديثك يعني لم تستطع الحكومة الشرعية يعني مساعدة المعلمين بما يتعلق بموضوع الرواتب. هناك أيضا موضوع خطير ما تحدثه أيضا الميليشيات بما يتعلق بالمناهج وهذا التغيير المستمر في المناهج أيضا. يعني كيف تتعامل الحكومة الشرعية ممثلة بوزارة التربية والتعليم؟ ألم يكن لها تدخلات لمنع الميليشيا؟ يعني ربما أيضا يكون لكم دعم من قبل منظمات أو حتى دول، لأنه موضوع تغيير المناهج واستهداف الأطفال وتغيير ربما الكثير من الثوابت الوطنية أيضا لها خطورة كبيرة جدا. موضوع يعني هذا يعني موضوع المناهج وموضوع الاختراقات الفكرية التي تقوم بها الميليشيات هي موضوع خطيرة جدا، والحكومة الشرعية تعمل جاهدة على أساس أنها تحافظ على جيل
بقدر ما لديها من طاقات ولديها من إمكانات، وإمكاناتها محدودة جدا. فهي يعني يجب أن تكون القضية واضحة. نحن في وزارة التربية والتعليم يعني مطلوب أن نطبع في العام الواحد ما يقرب من 70 مليون كتاب. هذا الكم الهائل فعلا من الكتب يحتاج إلى ميزانية كبيرة وإلى إمكانات مادية ضخمة، ومطابع الكتاب تحتلها ميليشيات الحوثي في صنعاء. هذه واحدة من الإشكالات التي يعني تعاني منها الحكومة والضعف الحاصل فيها، ولذا ما يتم طباعته من المنهج التعليمي الذي يحافظ على هوية الجيل ويحافظ على هوية هذا الشعب اليمني من الاختراقات الفكرية الخطيرة التي تقوم بها الميليشيات، يعني يحتاج إلى دعم وإلى مساندة من قبل المنظمات والدول المانحة. نعم. ولكن العملية التعليمية تسير في حدها الأدنى إن جازت لنا التعبير عن هذا الموضوع في المناطق المحررة. أما في بقية المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات فهي يعني شبه مشلولة، وإن وجد تعليم فهو تعليم مشوه، وكذلك يعني المعلمون يقومون يعني بأدوار، ربما ترك الناس وترك الأطفال والطلاب يلاقوا يعني حتفهم من قبل الميليشيات الإنقلابية التي الآن يعني ما زالت تعمل على يعني تغيير الهوية من قبل هذه المناهج التي تقوم بتغييرها وإحداث تعديلات عليها. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد حسن القطوي المستشار وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. سيد نبيل، يعني كما سمعت ربما يعني يتحدث السيد حسن، ودائما هذه هي المشكلة، مشكلة قلة الدعم التي تعاني منها الحكومة الشرعية، وربما الموضوع جدا معقد له أبعاد كثيرة بما يتعلق بالعملية التعليمية. كيف تقيم ربما أداء الحكومة الشرعية بالتعامل مع هذا الموضوع؟ يعني ربما الآن تحدث السيد حسن بما يتعلق بالرواتب، هناك عجز حتى اللحظة، وهناك أيضا موضوع خطير جدا بما يتعلق بترك الطلاب والأطفال في مناطق الخاضعة تحت سيطرة الميليشيا يلاقوا يعني حتفهم من خلال هذه الأفكار التي تقوم الميليشيا بغرزها يعني كل يوم وطيلة 5 سنوات حتى اليوم. قطعا الحديث عن الدور الحكومي هو حديث متعب وفيه الكثير من الإشكاليات، باعتبار أنه اليوم أصبحت الجانب الحكومي هو الطرف الأضعف فيما يتعلق بإدارة الخزينة العامة للدولة، بإدارة الشأن التربوي والتعليمي، خاصة بعد انقلاب ما حصل في عدن في أغسطس الماضي. ما حدث في عدن أدى إلى إرباك ما يعني ما كان متوافر من جهود متاحة فيما يتعلق باستعادة ميزانية الدولة، بدء صرف هذه مرتبات المعلمين، لكن أيضا في الجانب الأخطر والأهم أيضا أنه أيضا ما فيش اهتمام كافي فيما يتعلق بهذا الملف، باعتبار هي أيضا هو ملف لا يقل خطورة على الملف العسكري ولا على الملف الأمني سياسي صحيح وسياسي، باعتبار أنه الآن ما يتم من تجريف لهوية البلاد ويتم استزراع نموذج طائفي في قلب اليمن في هذه المنطقة المكتظة بالسكان، وخاصة المناطق التي تحت سلطة جماعة الحوثي، يعد عملا خطيرا لأنه سيعمل على تقويض النسيج الاجتماعي، سيعمل على إنشاء خميرة وأرض جاهزة واستزراع فكرة خاطئة، ستعمل على تعميق الشرخ الاجتماعي وتعميق أيضا وخلق فجوة بين اليمنيين في هذه المناطق، بما يسهل أو يصعب في المستقبل من أي تحرك في إطار إزاحة هذه الميليشيات، لأنه كلما تأخرت مسألة الحسم العسكري كلما أدى هذا لصالح جماعة الحوثي، وبالتالي أدى إلى إعادة تبيئة نفسها في هذه المناطق من خلال التعليم، من خلال الإعلام، من خلال المساجد، من خلال، لأنه نحن أمام جماعة يعني أتت بخبرة أجنبية، خبرة إيرانية، خبرة الحزب الله، خبرة لكل المافويات الموجودة في المنطقة، وتعمل على جمع كل هذه التجارب وتطبيقها على الأرض. في هناك خطة واضحة، وهذه الطبعة من الزيدية الجديدة ممثلة بجماعة الحوثي طبعة مختلفة تماماً عما كانت عليه الزيدية المعروفة التي كانت لا تسعى إلى يعني تشيع الناس أو إلى إقناعهم بفكرتها بقدر ما هو حاصل اليوم. هناك عملية تشيع ممنهجة، عملية إعادة فرز المجتمع على هذا الأساس، وإعادة تخليق مجتمع بأفكار أحادية طائفية لن يكون المستقبل معها في أمان.
نعم ربما الوضع يعني ربما كارثي، ويعني نحن نريد ربما نعطي الناس بارقة أمل، ولكن هكذا هو الواقع سيد نبيل. سيد يحيى، يعني في ظل ربما كما تحدث السيد حسن هناك يعني محاولات من قبل الحكومة، ولكن هي بالنتيجة يعني لا تربو ربما لحجم الكارثة، وربما هناك أيضا إخفاقات وعجز في كثير من النواحي، ومنها يعني موضوع المرتبات. الآن باعتقادك سيد يحيى، ما يعني المفروض أن يعتمل حاليا من قبل النقابات التعليمية أو حتى الحكومة الشرعية لمساعدة المعلمين وأيضا وإنقاذ العملية التعليمية مما تقوم به الميليشيا الانقلابية؟ هناك تقصير واضح بالنسبة للحكومة الشرعية فيما يتعلق بالعملية التعليمية بشكل عام. الحكومة للأسف والوزارة تحديدا لا تدرك خطورة ما يجري من تجريف للعملية التعليمية. نحن نعلم أن التعليم هو البيئة أو المكان الذي تشكل فيه الدول والشعوب الهوية الوطنية للأجيال، وتعزز من الانتماء من انتماء هذه الأجيال للأوطان وحب الأوطان. وبالتالي فإن أي صراع على التعليم هو في الحقيقة صراع على الهوية. هذا ما لا تدركه الوزارة للأسف يعني بشكل واضح، ولذلك لا تبذل الجهد الكافي والمطلوب ولا تتخذ التدابير الكافية من أجل إنقاذ التعليم، من أجل الحفاظ على التعليم من التجريف، من أجل دعم المعلمين ليستمروا في أداء مهنتهم وفي أداء واجبهم. لأن ما الذي ربما سيد يحيى المفروض كان أن يعتمد من قبل الحكومة كما تحدث، يعني كما تحدث ربما يجب أن يكون هناك جملة من التدابير أن يعني تتبعها الحكومة الشرعية، مثل ماذا سيد يحيى؟ توفير الكتاب المدرسي. في كثير من المحافظات المحررة لا يتوفر الكتاب المدرسي بالشكل الكافي، ويلجأ الطلاب والمعلمون ومدراء المدارس وأولياء الأمور إلى نسخه من النت وطباعته. نعم. بالنسبة للمعلمين لا يتقاضون رواتبهم بشكل مستمر وبشكل منتظم. نعم. هذا يدفعهم للبحث عن مصدر رزق، يعني مصدر من أجل مصدر دخل آخر، لأنه لا يتقاضى مرتبه وبالتالي لا يذهب إلى المدرسة، وهذا هو ما يدفع الحوثي إلى تعويض المعلمين في هذه المدارس بعناصر حوثية، عناصر تعمل في القسم التربوي لجماعة الحوثي. نعم. وبالتالي تلقن الطلاب بفكر الجماعة وبما يخدم أهداف الجماعة وبما يخدم ثقافة العنف والعنصرية والسلالية وكل الأفكار الطائفية. تقصير الحكومة في الاهتمام بالمعلمين النازحين. نعم. في توفير متطلبات المعلمين في هذه المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثي يخلق مثل هذه الإشكالات التي يستفيد منها الحوثي في النهاية، ويوظف العملية التعليمية بكاملها لمشروعه ولخدمة أهدافه ولخدمة ثقافته وأجنداته. نعم. إذا ربما يعني أيضا في هذا الجانب أيضا لا نريد أن نقول فشلت، ولكن أيضا يعني هذه التدابير لم تقم بها الحكومة الشرعية، ما سمح لهذه الميليشيا طيلة هذه السنوات الأربعة الخمسة عفوا يعني أن تمرر هذا الفكر من خلال المناهج واستهدافها للطلاب وللأطفال في مناطق سيطرتها. أنا أشكرك شكرا جزيلا سيد يحيى اليناع المسؤول الإعلامي لنقابة المعلمين، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. سيد نبيل أنت باقي معنا، وسوف نتحدث في الجزء الثاني عن الجانب السياسي. هناك زيارة لوزير الداخلية وكذلك وزير النقل ونائب رئيس البرلمان لسلطنة عمان، ربما نتحدث هنا ونتساءل عن أسباب هذه الزيارة وما طبيعتها وما أهدافها أيضا. بعد هذا الفاصل القصير سوف نفتح هذا الموضوع.